مرحبا واشتقنا. بدروسنا سوا رح نغرف من تاريخ الموسيقى العربية واللبنانية. أنا وسهراني وحدي بالبيت رح نضبط صوتنا بين الدوم والباك. رح نتعرف من خلال البرنامج على مقامات متنوعة بإيقاعات مختلفة. الحلوة دي نختار الزينة الغير نافرة والغير مبتذلة. عروزانا عروزانا كل ليل أنا فيها. رح نركز أكثر على طريقة إخراج الصوت والحروف. عالورقة خرطشت شوي وعملت شخطور صغير. نعطيكم في لوكالية من خلال أونلاين كورسز بالغناء الشرقي. على الموعد لاقونا.